ما تزال أثار السيول التي ضربت مدينة غات وما جاورها من مناطق تلقي بظلالها على حياة المواطنين هناك. وبعد توقف الأمطار وبداية انحسار الفيضانات، بدأت الجهود تبذل من الجميع في محاولة لإعادة الحياة إلى المدينة. المجلس البلدي غات أعلن عن عودة الاتصالات للمنطقة بعد أعمال الصيانة التي نفذتها شركة هاتف ليبيا وشركة الاتصالات القابضة، وتمكنت فرق الصيانة من إنجاز أعمال لحامل كابل الألياف البصرية بين مدينتي تهالى وغات. هي العملية الخلل اللي تكرر هي هذه عبارة عن كارثة طبيعية، فهمتني ولا؟ قد تكرر في مكان وقد تكرر في مكانين، وهذا يرجع حسب الظروف الطبيعية للأرض، وهذه عبارة عن مشكلة مناخية، فهمت؟ هذه اللي أدت لكرر العطل في نفس المكان. طبعا العطل الأول كان في عطل من فترة قديمة، كان سببه اللي هو سرقة. السرقة طبعا سببها أن الانجرافات اللي حدثت من جراء السيول والأمطار هذه جرفت، أدت لتعرية للكابل فتم قطعه، لأن كان يتوقع أن الكابل انحاس، لكن هو لما لقوها عبارة عن يلف بصرية ما عادش رجعوا عاودوا نفس العملية، والآن تكررت بسبب السيول. السيول التي اجتاحت مدينة غات غطت 70% من مناطقها وأغرقت أحياء سكنية وتسببت في خسائر بشرية ومادية، إلى جانب نزوح العديد من المواطنين إلى أماكن آمنة بعيدا عن خطر السيول. وعقب توقف الأمطار، حذر البلدي من التلوث البيئي الذي بات يشكل تهديدا لحياة المواطنين بعد تسجيل حالات تلوث لمياه الشرب والمياه الراكدة داخل الأحياء السكنية نتيجة النفايات والمخلفات العضوية وانتشار مياه الصرف الصحي. ينتظر أن تثمر المجهودات التي تقوم بها فرق الشركة العامة للنظافة في تجنيب المدينة خطر التلوث، إلى جانب الفرق الطبية التي تمثل حجر الزاوية في العلاج والوقاية من الأمراض المترتبة عن هذا الوضع.